سلام البنات، اليوم غادي نوجد معكم رغايف تيجيو مقامشين وتيجيو لذاد غزالين. اللي غادي يذوقهم عندكم غادي يطلب المقادير، تيجيو من احسن ما يكون، والعجينه ديالهم بحال لاباط فويتي. بقاو معايا البنات، ما غاديش نتعطلوا وغادي ندوزوا مباشره باش نشوفوا المقادير والطريقه. اذا البنات غادي نبداو على بركه الله. هنا عندي 120 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها، عاد فات واحد شويه عاد غنكمل الخدمه. هنا غنزيد واحد كاس ديال العنبه ديال الماء، كاس العنبه ديال الحليب، واحد فاني، معلقه صغيره ديال الملحه. خلط هاد الشي هكا مزيان. غادي ندوز هاد الشي كامل هنايا في هاد البول ولا شي قصايه اللي عندكم. غادي نزيد واحد خماره نخلط هاد الشي صافي. غادي نبدا نزيد الدقيق، الدقيق على حسب الخليط. انا غادي نبدا نعبر بكاس العنبه وباش نعطيكم في الاخير شحال نخلي من كاس ديال العنبه. نادى ثلاثة، أربعة، عندي خمسة وعنحبس بين ما نخلط العجين ونشوف واش خاصني الدقيق. خاص العجين تكون شادة في راسها، ما قاسحة ما عادية. نزف خاصني هستا. نزيد واحد النصف، دابا غادي نبدا نزيد بالنصف. النصف دابا وصلنا ستونس. كيف قلت لكم ما تحتاجش الدلك، غادي نزلها سطح العمل. غادي نزيد واحد رشيشه صافي، يعني ستونس واحد رشيشه تقريبا شي معلقه صافي. وغادي نجمع صافي. البنات كيف تشوفوا كيف تجي العجينه. دابا غادي نعملها في بلاستيك ونخليها ترتاح واحد نصف ساعه ونرجع معكم. البنات رجعت معاكم بعد ما داز نصف ساعة. هنا أنا غادي ناخد العجينة غادي نقسمها على جوج، لأن خاص تكون عندي واحد المسافة كبيرة باش لأن تنديرو على شكل مستطيل. غادي نقسمها على جوج باش نخدم بالنص بالنص باش تجيني ساهلة. نرجع هادي، نرجع هادي بلاستيكة ونبدا نخدم هادي. هنا البنات تنحتاج النشا، النشا او مايزينا درتها في هاد الطبيصير. غادي نحتاجوها لهاد الخدمه. تنحتاجو المدلك، تنبدا نسرح العجينه ديالي على هاد الشكل، تنبدا نرش هكذا النشا وانا تنسرح. غادي نبدا نعاون دابا بالمدلك. تنرجعو حالتنا في هاد النشا.
المهم بالنسبه للسوب ما غليظ ما دقيق بينو بين. صافي البنات دابا غنجي نجي لهاد الجنيب هذا وغادي نبدا نلف هكا العجينه وانا شويه تنقرص ماشي نخليها مخوفه. هنا البنات واحد شويه الدقيق مع الماء غادي نديروه هنا باش ما يتحدش ليا العجين. الناس على هذا الشكل حاولوا هكا شويه نضغطوا عليها على هذا الشكل. نضف شويه هذه البلاصه البنات. دابا غادي ناخذ سكين وغادي نبدا نقطع على هذا الشكل. شوفوا البنات الطوائقه كيفاش دايره. دابا البنات تناخذ واحد الشويته وتنبدا نحيد هذا الفائض ديال النشا ونحط هكا فشي طبيله عاد ندوزو باش نورقو. صافي البنات من بعد ما تنساليو تنحيدو هذاك الفائض ديال النشا. دابا تناخذ مدلك وتنعمل بحال هكا تنضغط على هكذا شفتوا هذاك الطواق كيف كيخرج هنا ونعمل هكا شي شوي هنا. على هذا الشكل. صافي نحطهم هكا في الطبال. مازال غنحيدو الفائض عاوتاني ديال النشا حتى لهذا. ناخذ واحد المنديل هكا بحال هكا قبل ما نقليهم في الزيت تنحيدو هاد الفائض على هذا الشكل. نعاود معكم حيده اخرى نضغط هنا حتى تيخرج هادو كيف تشوفوا تيخرجوا هاد الجنيبات على هذا الشكل. صافي البنات غادي نستمر على هذا الشكل حتى نسالي العجين ديالي كامله ومازال غادي نصايب هذاك النصف تاع
اللي بقى ليا حتى هو على نفس الشكل، وغادي نرجع معكم باش ندوزو نقلو الغايف ديالنا. البنات دابا سخنت الزيت، تنبدا ناخد هكذا الرغيفات ديالنا، وبهاد الشويته بعدا حيدوا هذاك الزائد ديال النشا قبل ما تقليوهم. صافي انا ديجا حيدته، نرميهم هكذا. هنا عندنا واحد المعلقه اللي تنعملوا بها هكا الزيت يجي فوق من الغيفه باش تتنفخ. صافي تنقلبوهم. صافي كي تشوفوا دغيا تيتحمر، ها انتم اللويين ديالهم. دابا غادي نديرهم هنا فواحد الشبيكه تيتقطع منهم الزيت. ها انتم البنات نرميهم مره ثانيه. انا الاولين درتهم شويه كبار والثانيين درتهم صغار، تشوفوا هادي صغيره وهادو كبار على حسب كل واحد شنو تيبغي. نبدا دابا هكذا، هاد الصغار تيجيو حلوين تيجيو زوينين. نرش هكا الزيت عليها، دابا غادي ناخذوهم نديرهم في العسل على هاد الشكل. صافي غادي نديرها في كسكاس، هاهو الكسكاس هنا حدايا. هانتوما البنات من بعد ما تنزولوهم من العسل تيتقطعوا شويه من العسل، تناخذوهم ترشوا عليهم هكذا شويه ديال الزنجلان، بامكانكم تعملوا اللوز. على هذا الشكل تيجيو غزالين. صافي البنات غادي نستمر حتى نسالي الغيف كاملين ونرجع معكم. اذا اخواتي وصلنا اخر فيديو، الرايف ديالنا المعسلين تيجيو على هذا الشكل، تيجيو رائعين وتيجيو لذاذ بزاف بزاف. انا هنا هادو اللي كبار، وهنا درت هادو اللي صغيرين بحال هكذا، حتى هما تيجيو زويونين في الشكل، تيصلحوا هكا دائما. حنا تنبغوهم في الاعياد، يعني في عيد الفطر العيد الاضحى دائما في الفطور تنحتاجوهم يكونوا في الطبله، وتيعجبوا الوليدات الصغار وتيعجبوا حتى الكبار. تيجيو البنات مقامشين، شوفوا كيفاش مورقين، هائلين البنات، غير جربوهم غادي يعجبوكم وغادي تبقاو دائما تصايبوهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.